لكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. ناشطون وفعاليات مدنية في مدينة الباب شرقية حلب يدعون لمظاهرة وسط المدينة للمطالبة بكشف التحقيقات ومحاسبة المتورطين باغتيال الناشط محمد أبو غنوم وزوجته قبل شهر ونصف. شبكة الإنذار المبكر تعلن تسجيل 10 حالة وفاة بالكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 304 إصابة. وفاة سيدة وتسجيل عدة حالات تسمم في مخيم الجاسم بناحية شران شمالي حلب جراء تناول معلبات سردين فاسدة. قوات سوريا الديمقراطية تداهم معابر مائية مخصصة لتهريب المحروقات من مناطق نفوذها باتجاه مناطق نفوذ النظام على ضفتي نهر الفرات شرقي دير الزور. عناصر المجموعات المحلية واللواء الثامن يسيطرون على حي طريق السد بمدينة درعا بعد أسبوعين على حملتهم العسكرية ضد خلايا تنظيم الدولة.